السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلاب، فقط مسألة، كيف أعرف أنه أنا كتبت 1000 كلمة؟ أو بهذا الخصوص، يعني مثلا بعض الطلبة راسلوني أنه دكتور، كيف نعرف أنه إحنا كتبنا 1000 كلمة بالوورد مثلا؟ ما معقولة أنا أجي أكتب، أجي أحسب كلمة كلمة، هاي في عملية مرة، عملية جدا بسيطة. على سبيل المثال أنه الآن كتبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرضا، وكتبتها الآن. مثلا أنا كتبت هذه الكتابة وأريد أشوف إيش قد أنا كتبت. الأمر جدا بسيط، مجرد أنه أقوم بتحديده بهذا الشكل. ثم بعد ذلك أكو هنا عندنا يطلع رقم words، معناه أنه عدد الكلمات. لما تدخل عليه راح يطلع لك معلومات إيش قد الحروف، إيش قد الصفحات. فهنا page 1 يعني صفحة رقم 1، words اللي كتبنا هذني كلهن عددهن اللي حددناه هو 105 كلمة. اوكي، ما طلع لي من هنا دكتور، ما اعرف من هنا ما طلع لي. تروح على التولز وتروح على وورد كاونت، موجود حتى بالويندوز. يعني صحيح هذا النظام هنا ماكنتوش ابل، بس بالويندوز ايضا موجود. فما راح يطلع لك ووردز الكلمات، عدد الكلمات 105 وهكذا. فمجرد انه تحدده زين وتعطيه من هنا وورد كاونت، او عن طريق اداه تولز تختار وورد كاونت وهكذا. أتمنى أنه المسألة جدا واضحة بهذا الخصوص.